أولا وجود صلاة القصة السلام. في القرآن الكريم لها حكم وفيها تربية وفيها تسلية، فيها حكم وعبر الحاجات اللي احنا بنشوفها وهنقولها. وجود قضية الخير والشر دائما، الله جعل الخير والشر في الكون، جعل الخير وهو يحبه ويريده، وجعل الشر ابتلاء وهو لا يريده، ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون. هو ليه القتل موجود؟ هو ليه الظلم موجود؟ هو ليه أكل الحقوق موجود؟ هو ليه الغيبة؟ كل هذه شرور الله أرادها في الكون كونا، ولكنه لا يحبها، ولكن ابتلى العباد بها. الشيء ده موجود، ده من باب الاختبار، اختبار كل حد فيه. نعم، حتى تظهر أمام نفسك لا أمام الله. الله يعلم أنت هتعمل إيه، والله خلقكم وما تعملون. قضية محسومة ومعروفة عند أهل الإيمان، عند أهل السنة، ولكن أنت هتتعامل إزاي مع الشر؟ هل تجعل بينك وبين الشرور حاجزا، أم تغوص وتلقي نفسك بنفسك في أحضانه؟ إذن القصة في القرآن الكريم فيها عبر، فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد لا تبتئس ولا تحزن، فكما يحدث معك من قومك أقرب الناس إليك، حدث كذلك مع الأنبياء السابقين مع أقوامهم ومع أقرب الناس إليهم. إذن ده بيخلي أن سيدنا النبي يقول لست بدعا من الرسل، مش أنا بس اللي كده، لأ ده فيه رسل قبلي جاهدوا في قضايا التوحيد وبيان الدعوة إلى الناس والتبليغ، ومع ذلك حوربوا. وهكذا دائما الحق يحارب، والحق تجدين يعني تجدين متبعيه قليلين. الحق دايما، الباطل أنصاره كتير قوي. طب ليه؟ ليه؟ ابتلاء، عشان تبص تلاقي الله شوف الباطل ده ناس كتيرة قوي، يبقى أكيد هم دول على حق، فيمشي في هذا الأغلبية الحق. ويلاقي بذلك كان أهل الله يقولون كن على الحق ولو كنت وحدك، ولا تغتر بقلة السالكين، واترك طريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. ما تغترش بكثرة الناس في طريق الباطل، كن على الحق ولو كنت وحدك. لذلك هنلاقي دلوقتي من شوفي صفة سيدنا إبراهيم في القرآن، إن إبراهيم كان أمة. في ثلاث صفات كده الإنسان لو اتصف بيهم بيكون ليه حال تاني مع الله سبحانه وتعالى. اللي هم إيه بقى؟ الوصف اللي كان لسيدنا إبراهيم، إن إبراهيم لأواه حليم، هنقول عليها دلوقتي. وبعدين في آية تانية، إذ جاء ربه بقلب سليم. آية ثالثة تقول إن إبراهيم كان أمة. الله، ثلاث أوصاف مهمين قوي لأي رسول، ومهمين قوي لكل سالك مع الله تبارك وتعالى.